تحية طيبة لكم متابعينا أنتم دوما عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. نعود إليكم من جديد في نشرية جوية خاصة تحذيرية وجديدة التحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس، حيث ستعرف المناطق الجزائرية والولايات الجزائرية ارتفاع كبير في درجات الحرارة قد تصل ما يقارب 51 إلى 50 درجة وتفوق بقليل، وهذا تحت الظل. إذن متابعينا الكرام، هذه الحرارة ستكون عالية جدا أيام الثلاثاء الأربعاء إلى غاية الخميس الأول من شهر جويلية والثاني من شهر جويلية والثالث والرابع، ثم تعود الأجواء المنعشة من جديد ثم تعاود بالارتفاع من جديد. إذن سنفصل أكثر ونبذى عن درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة، ونحذر من أوقات الذروة، أوقات 10 صباحا إلى 5 مساء. نحذر كبار السن والأطفال من عدم الخروج وقت تقريبا أشعة الشمس التي ستكون حارة وحارة جدا، ودرجة الحرارة ستكون أيضا قوية جدا تفوق كما قلنا 50 درجة. إذا نبدأ بدرجة الحرارة العالية على شمال الصحراء والواحات، نشاهد هنا ولايات بسكرة والجلال تقرة المغير بالإضافة إلى ورقلة حسيم سعود، هنا نشاهد 50 درجة على كل هذه المناطق إلى غاية مناطق المسيلة وبوسعادة وأيضا غردية المنيعة حاصلة في حل ما بين 49 إلى 50 درجة كما قلنا. هنا المناطق الجنوبية ستكون درجة الحرارة ما بين 47 إلى 49 درجة، خاصة أيضا المناطق الحدودية مع دولة المغرب إلى غاية منطقة الثورة، في حين المناطق الشمالية متابعينا ستكون أيضا درجة الحرارة مرتفعة جدا. هنا نشاهد معكم في الصورة على الأوراس وأيضا المرتفعات الوسطى والهضاب العليا درجات الحرارة ستكون ما بين 42 إلى 45 درجة وصولا إلى الهضاب الغربية، في حين المناطق الساحلية المطلة على البحر درجة الحرارة ستفوق 38 درجة خاصة على أقصى الشرق الجزائري، وتصل ما يقارب 40 أيضا درجة في بعض الأيام. إذن متابعينا كل الحيطة والحذر، درجات حرارة مرتفعة جدا، الشيليا والسيروكو سيكون حاضر، الرياح الجنوبية الحارة جدا ستكون حاضرة، زوابع رملية أيضا قوية ستنشط على المناطق الجنوبية تصل إلى المناطق الشمالية. كل الخير إن شاء الله، نتمنى للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.